عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، وان شاء الله تكون اموركم كلها مزيانه. انا الحمد لله لاباس عليا. في هذا الفيديو غنشارك معكم روتيني الشهري للعنايه بالوجه والشعر. الشعر دائما مثلا بغينا نغسل راه تندير ليه دي سوان تندير ليه ماسك وداك الشيء، ولكن وجهي مره في الشهر تنحاول نقيه مزيان من الاعماق هي هذيك. وهنديكم معايا في هذا الفيديو ان شاء الله بلا نكمل هاد لي سوان، غنمشي نتريني شي شويه وغنمشي ندير واحد سبا هي هذيك. هانتو معايا وغنشارك معكم بيان سيغ هذوك لي برودوي كلهم اللي غنستعمل. اي برودوي شتو عندي راه الاغلبيه تكون ثمن مناسب، راه ماشي شي حاجه غاليه. نتمنى ان هذا الفيديو يعطيكم فكره على اساس هذاك الشيء تندير، سورتو ان وجهي ناشف وشعري ناشف وتنقولها تنعاودها. وبقاو معايا. هاد زويته تاع ايف روشي ويل ريباراتريس شوفو بور لي شوفو سيك او شوفو ابيمي، فيها 100 كولوران 100 بارابين و 100 سيليكون. ما بيهاش ما بيهاش، راه فيها واحد لاغام تاع هي فيها شامبوان وفيها ديك لاغام كلها، ما بيهاش. فقط لي من هذيك لاغام الاخر اللي كنت شريتها من شامبوان والابري شامبوان، ما بيهاش. نديرها في الجدر تاع شعري، ها هي ندير شويه قربت تقاد ليا، قربت تقاد قلت نقاديها فوالا. اشاك فوا كيما قلت لكم تنبدل، مرة ندير هاد الزيت مرة ندير حاجة أخرى. أنا شعري كما قلت لكم شحال مرة ناشف بزاف، ضروري أنني بضروري أنني نطلع فيه ندير ليه الزويتة، ولا مرة ندير ليه ماسك كل مرة واش ندير فوالا. و تندير سميتو ماساج سيركولير كما القاعدة فوالا. انا هنحاول انني سميتو نزرب شي شويه باش ما يكونش الفيديو طويل فوالا. هو وفي الاطراف هندير زيت جوز الهند تاع لا مارك تاع ليا ناتور. هاد لا مارك تاع ليا راه فيها واحد لاغام كبيره، فيها الشامبوان ولا بري شامبوان، فيها ديدورون، فيها دي كريم تاع النهار ودي كريم تاع لو جور. راه واحد لا مارك غزال انا تنخدم بها بزاف. هاد لي ناتور من بين لي مارك اللي تعجبوني، لان ما فيهمش سلفات وما فيهمش بارابين وما فيهمش سيليكون. المهم هاد الزيت الزويته هنديرها في الاطراف، غير في الاطراف، لان تحت تاع شعري ناشف بزاف. تنكون بيان سيغ انا صراحه تنكتر، ها هي اوب تنكتر تنكتر. عزيزي ندير واحد دائما واحد الكميه كثيره فوالا. ها هي ندير هنا نطلع حتى شي شويه بحال تنجبد شي شويه في الشعير فوالا بحال هكذا. ها هي انا هنكملها، هنكمل الدهين تاع شعري كله ورجع باش نبدا في هادشي تاع الوجه. في البداية غنمسح وجهي، غنمسح وجهي بهاد لا لوسيون تاع ايف روشي، ها هي مديورة بتخوا انواع تاع لو تي فوالا. غنمسح وجهي مزيان و تنمسح دايما عنقي عنقي ومورا ودنيا عنق اللوراني. دايما تنمسح انا عنق اللور القدام، لان الاغلبيه تيتهلا في وجهو كما قلت، تيتهلاو في وجههم و تينساو العنق فوالا. غنمسح هادشي كله مزيان اوب. وهندير نيفي دابا واحد لو باتش باش نحيد لو لي بور و لي بوين نوار، حتى انا ما عنديش لي بور بزاف وما عنديش لي بوين نوار لان وجهي ناشف ما عنديش بزاف. المهم خديت هذا اون بواط فيها 7 لي باتش تاع الفيرا فوالا. هنجربها قدامكم الشهر فوالا، هنجربها قدامكم فوالا. قال لي كلالا تحيدي لو باتش، ها هو، وغديري فوق النيف
خاصنا نقادو فوالا قال لك تحطي فوق النيف وهتسردي شي شويه شي شويه تاع الماء هادشي مكتوب في لو مود امبلوا فوالا قال لك تسردي مزيان هاد لابارتي فوالا هنا اب وتوركي مزيان توركي مزيان خاصو يسرد هاد الشيء مزيان فوالا ها هو سرد مزيان نورمالمون صافي قال لك وتخليه ينشف واحد 15 دقيقة حتى 20 دقيقة طيق صح مزيان ومن بعد عطنا طري بواحد الطريقة باش شوية وتجبدي لابو بون انا غنخليه ينشف على خاطرو ورجع من بعد نقول لكم واش مزيان ولا ماشي مزيان. من بعد 15 دقيقة تاع الباتش راني زعما كين درت هذاك الشيء اللي قالو المهم حنا غنحيدو كما تقولوا اللحظة الحاسمة الله يحضر السلامة وصافي. واش يحيد هذا الشيء؟ تيحيد مزيان ها هو تيتقلع مزيان لا ما ضرني ما والو ما ضرني ما حتى شي حاجه واش حيد ليا لي بور ما عرفت باقي ما بان ليا والو صبروا نمسح بلا لوسيون نمسح نيفي حيت هادشي تيتلصق فوالا نقول لكم واش هادشي تنقى ولا ما تنقاش هاد القتن اللي تنخدم بيه غير الإشارة قتل بيولوجيك نشوفو هادشي واش تحيد ولا ما تحيد شوية تحيد شي شوية تحيد يلا بلا ما ندون ما بيش لأننا أصلا يقد يلاق هاد الباتش هاد لي باتش يقدو يلاقو البنات اللي عندهم سميتو لي عندهم لي بوان نوار بزاف عندهم لي بور بزاف عامرين اما بالنسبه ليا انا اصلا ما كانش شي حاجه كثيره مهم ما بيش اصلا ثمنه ما كانش غالي فوالا ودابا غندير الكوماج ودابا غندير كوماج غندير هاد الكوماج اللي كحل تاع سميتو تاع سيفورا غندير هاد الكوماج كحل تاع سيفورا هان سميتو حدي غنسرد شي شويه وجهي غنفزك شويه وجهي ها هو نفزك شي شويه وجهي فوالا راه ما كحلش هو من الداخل راه غير لومبالاج تاعو كحل فيه حبيبات فوالا غندير غير بايديا ندير الفيديو ندير قريب نفرط هنا ندير هادشي كلو غنديرو هنايا يا هاديك لأنني غادية من بعد همشي نتريني شي شوية وهمشي للسبا فوالا الشعر هو اللي غيستاهل فاز الشعر ملفت ندير ليه واحد الفوطة فازكة وحيت غادية السبا فيها الصونور وكلشي هاد الزيوت غيدخلو مزيان ليها فوالا ندير بيان سيغ العنقي نعنقي مزيان هنايا القدام حدي غنهز هاد الشيتا هاد الشويتا غندير شي شوية هنا هاهي درت الشيتا ودرت شي شوية هنا غندير في عنقي فوالا فوالا ومورا الودنين كندوز زي ما على القماش مرة الودنين فوالا المهم غنحكم هنايا غنمسح وجهي بلي زيبونج يديك نكمل وغنرجع باش ما يكونش الفيديو طويل ودابا غندير القماش قبل ما غندير القماش غنرش على وجهي بهاد افين لان هاد ماشي القماش غير بالماسك هاد الماسك اللي غنوريه لكم راه ديجا فيه ماسك فيه بزاف ليتيليزاسيون المهم قبل ما غنديرو غندير سميتو غنرش وجهي لان الوجه خاصو يكون شويه سارد فوالا
وهندير هاد قرني هاد قرني الكحل فوالا راه فيه اونتي بور بالنسبه لي بوين نوار ولكن انا ما درتوش على قبلت لي بوين نوار دابا غنديرو غير مع راسك هي هذيك اكسفوليون يعني غادي يكون غوماج او اون ميم طون ماسك انا غنديرو ماسك هاد النهار فوالا راه كحل غندير شي شويه هنا ونخدم بهاد البانسو فوالا تنبغي نديرو تندايما تنسرد سميتو تنسرد وجهي تنخليش وجهي ناشف تنحاول نإطالي على كلشي تندير واحد لا كونتيتي مزيانه تندير واحد القياس يعني تنكون فهمتي جينيروز تندير واحد الكونتيتي كبيره باش يكون الماسك يدخل مزيان انا هنديرو كلشي لوجهي لوجهي هنديرو وهنديرو العنقي وهرجع هرجع باش نوريكم غنخليه دابا ينشف واحد 10 دقائق ما هنهضر ما حتى شي حاجه دابا راه باقي ساعات ما بقيتش غنهضر المهم سميتو من بعد ما هينشف هنغسلو عادي فوالا هنمسحو بلي زيبونش هنعاود نغسلو مزيان يا هذيك وهنديكم معايا ان شاء الله بقاو معايا الفيديو راه باقي ما كملش هنديكم معايا نضرب لكم دويره في هذا السبا اللي هنمشي ليها مشيت ترينيت شي شويه درت شويه الرياضه المهم حيدنا شي شويه تاع الروت هذاك الخدمه والعيا تاع السيمانه كلها هي هذيك هبطت درت سميتو هبطت للسبا تحمحمت مع راساتي دخلت للسونا سخنت شي شويه عامت درت شي شويه تاع ناتاسيون ما قديتش نصور كل شيء لان في هاد فهاد البلاصه اللي تنتريني فيها وهاد الشيء فيها حقوق الصوره ما يمكنش نصور اي حاجه كان في الفيديو شي واحد باين خاصني نحيدو خاصني نمسحو تنتمنى ان هذا الفيديو عجبكم دوزنا واحد الوقيته زوينه بدلنا شي شويه النوع تاع الفيديوهات خليت لكم الصحه والراحه والعافيه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو محسن من هذا